السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نهضروا على العرض ديال انوي ديال 199 درهم اللي كيوصل الصبيب ديالو ب 20 ميجا. دونك بلا ما نطول عليكم بزاف الدراري، حيت كما كتعرفوا في القناة ديالي انا ما زيدش عليا التطوال، ما تنطولش بزاف، كنجيب يعني بنادم من الاخر. دونك العرض ديال انوي هو عرض مغري جدا من ناحية الثمن ومن ناحية الصبيب، فهمتي؟ هذه شي حاجة اللي مهمة بزاف. خصك تعرف بان انوي راه ماشي جايه باش تنصب عليك، انا ما تندرش اشهار انوي بطبيعه الحال، ولكن خصك تفهم بان انوي ما جايش تنصب عليك. يتوسب لهم بغا تربح الكليان على ظهر اتصالات المغرب، يعني الكليان اللي عند اتصالات المغرب بغا تردهم دياوله، هادشي اللي كاين. كيفاش دياوله؟ حيت اصلا انت فاش غتمشي دير العرض ديال انوي راه هي اصلا منين غتجيب هذيك الكاور غتجيبهم مع اتصالات المغرب. انت ديجا الا كنتي كليان عند ماروك تيليكوم راه غتخلي كاين جوج ديال الحالات، غتخلي هذاك الكابل النيت ديال اتصالات المغرب ياك هو النيت، ما غدير فيه حتى شي حاجه، غتمشي لاجونس ديال انوي غدير لابورتابيليتي. البورتابيليتي هو انك تنقل النمره ديال الفيكس الانوي، هذه في حاله ما الا بغيتي تبقى محافظ على النمره ديال الفيكس، فوالا، وبشرط ان تكون لي فاكتور ديالك عند اتصالات المغرب تكون كلهم مخلصين، يعني تكون مارك تيليكوم ما كتسالك والو باش تدوز هاد العمليه. انت ما كدير والو، كتبقى مكونيكتي عادي، يعني كتبقى مكونيكتي عادي عند مارك تيليكوم حتى النهار اللي كيمشي السينيال ديال لا دي سي ديال مارك تيليكوم. كتسنى واحد شويه يعني قبل ما هادشي، بعدا انت كيكون عطاوك يعني مار انوي داك الراوتر ديالو، فهمتي؟ ملي كيمشي السينيال ديال لا دي سي ديال مارك تيليكوم، اش كدير؟ كتحيد الراوتر ديالك القديم، سواء ديال مارك تيليكوم ولا سواء كنتي شاريه من الزنقه، كدير الراوتر ديالك ديال انوي. اي كديرو هو داك الراوتر يعني اوتوماتيكمون كتشعلو كيخدم، يعني في لا كونفيغوراسيون لا والو، اصلا هو كونفيغوري من عنده. بالنسبه للناس اللي كيسولوا واش الراوتر ممكن يبدلو، لا ما غاديش تبدلو، ما غاديش تبدلو، هذا هو الديفو الوحيد اللي كاين يعني عند انوي، ما غاديش تبدلو. يمكن من القدام يمكن اللي يتبدل، علاش؟ حيت انا سولت، لان الراوتر فيه الادمين وفيه داك اللوغين والمودو باس ديالك وكل شيء من هذاك، دونك ولكن على حسب ما سولت وفهمت بانه من هنا القدام يمكن لك تبدلو، يعني تيشوفوا هذه القضيه. هاد الديكور ديال مارك تيليكوم النهار الاول حسب ما عرف ان مارك تيليكوم المره الاولى ما كانش كتبغي تخليك تبدل الراوتر ديالك، ولكن نورها ولاو داروا هاد الاضافه هادي، يمكن لك تبدل الراوتر، دير شي راوتر ديالك. دونك مزيان هاد القضيه. دونك اللي خصك تفهم اسيدي هو ان مادام انت درتي لا بورتابيليتي، دونك يمكن لك تبقى محافظ على الرقم ديالك، ويمكن لك يعني يعني صافي، يعني ما دير والو، توسب له يبقى الكابل ديالك فوالا. ولكن راه قبل من هادشي بعدا راه يمكن على حسب انت فين، على حسب يعني داك السونترال ديالك، على حسب لاجونس ديالك كيف دايره، واش فيهم يخدموا ولا لا. يمكن ان قبل من هادشي انوي وماروك تيليكوم تجي عندك وتشوف واش يعني اللي كيدير ماروك تيليكوم اللي كيدير انوي يجي عندك ويشوفوا واش داك الكابل اللي انت ديجا عندك واش هو مازال صالح للخدمه ولا لا. الا كان صالح للخدمه يخليه لك، ما كان صالح للخدمه انوي غادي تجيب دير كابل ديال جديد. فوالا مزيان. دونك مزيان هاد القضيه. الو، انت خصك تفهم واحد المساله، هو واش هاد العرض هذا يكون مناسب ليك ولا لا. دونك انت خصك تفهم الا كان يعني ديجا انت عندك ماروك تيليكوم وكان عندك القطاعات ديال لا دي سي، يعني كنهضر على لا دي سي، لا دي سي هو سامبلومون الفيكس ماشي بقاش خدام عندك، ديك العلامه ديال اروباز، العلامه ديال لا دي سي في الراوتر كطفى ما كتمشي، دونك انا كاين مشكل ديجا عندك في الكابلاج، كاين عندك مشكل ديجا في داك الامصان اللي عندكم في الحي، يعني انت ديجا عندك مشكل في الخط ديالك. يعني في هذه الحاله هذه غا خليك في ماروك تيليكوم، يعني بنفس الانوي راه هي غيبقى عندك نفس الاعضاء، حيت ديجا هي انوي غتاخد من اتصالات، يعني نفس لاين غتبقى عندك، كون واضحين. الا مشيتي درتي انستالاسيون جديده، يعني قلتي لهم انا ما عنديش ماروك تيليكوم، مشيتي قلتي لانوي انا بغيت ندير كونترا جديده، نمره جديده ديال الفيكس، هنا في الحاله يمكن غيديروا يعني غيديروا انستالاسيون جديده. فوالا غيديروا انستالاسيون جديده، ولكن انت ما تنساش راه ما ضامنش واش غتوصلك 20 ميجا ولا لا، باش نكونوا واضحين. لان كنفضل انك تبقى محافظ على النيميرو ديال الفيكس ديالك، حيت من خلالها غتعرف واش غتوصلك 20 ميجا ولا لا. انت اول حاجه قبل كيفاش غدير تعرف واش واصلك 20 ميجا ولا ما واصلكش، غتمشي بعدا تفتح، تمشي للمتصفح كما كنا ديالو، غتكتب اسيدي النيميرو دو بورتاي ديال الراوتر ديالك، هذا هو النيميرو دو بورتاي ديال الراوتر ديالي، هي هذه ياك. هي نورمالمون راه كتكون بلاصتها 26، راه كتكون واحد ياك، انا ديال 26 على ود الناس ما يخترقوش ليا الراوتر ديالي ويخربقوا فيه، انا ديال 26 باش نكون واضح. انا راه كتدخل كدير المسائل ديالك ادمين والمودو باس، انا راه مبدل المودو باس، فهمتي؟
في اي راوتر كما كان النوع ديالو، اكثريه ديال الناس كيستعملوا تي بي لينك. انا عندي تي بي لينك، كيعطيك تي بي لينك الحاجه اللي زوينه فيه انك تعطيك في الواجهه المعلومات ديال لا دي سي كيف دايره عندك. اصلا حتى الراوترات كاملين تعطوك المعلومات ديال لا دي سي كيف دايره عندك، دونك خصك تقرا هاد البيانات هادو وتفهم شنو كاين. بالنسبه لهاد اس ان ار مارغين، هو كيتسمى قوه الربط ديالك بلا دي سي. القوه ماشي قوه، ماشي قوه الصابب، القوه يعني داك السينيال ديال بحال نقولوا السينيال بهذا القصد. هنا كاين 9.5 عندي، هاد 9.5 ديالها بحال شي كاونت داون، يعني بحال شي كونتور تبقى يعني بحال شي تنازل تبقى غادي هابط. كل ما كان عندك هاد 9.5 الفوق كانت عندك 120 14 15 فراه مزيان، فراه السينيال ديال دي سي راه ما تيتقطعش عندك بزاف. كل ما بقى غادي هابط، يعني تبدا السينا ديال لا دي سي راه قريب يتقطع، يعني بحال شي تنازل. يعني مثلا لاحظتوا هو كان 9.5 ولا 9.4، يقدر يهبط يولي 9.3، هو غادي 9 شي شويه 8 شي شويه 7، هو غادي هابط الى وصل 6. هنا القضيه مكفسه، الى وصل 6 معناتها قريب غادي تقطع لك لا دي سي. يعني هنا كاين مشكل، يعني كاين مشكل في الكابلاج، هنا كاين مشكل في الكابلاج، يعني لانستالاسيون راه زيرو، يعني خص يولي تكنيسيان يعاودوا لك لانستالاسيون، قادوا لك المسائل باش هاد اس ان ار مارغين هو المهم يطلع عندك ميبقاش هابط. فوالا هنا هاد لاين اتينيشن، هذا التشويش على الخط ديالك، التشويش على الخط ديالك. هنا هاد التشويش هذا نورمالمون بالنسبه ل 21 راه مزيان، ولكن ما خصوش يكون فوق 21 بزاف، وما خصوش يكون نازل يعني على 21، فهمتي؟ هذا التشويش بلا هادشي، هذا التشويش هذا يمكن لك تمشي غير الفيكس ديالك وتهز لاباري الا كان فيها تخرشيش وداك الشيء، راه تعرف بان راه عندك التشويش في الخط ديالك، حتى هذا ما خصوش يكون اصلا. الو هنا هاد الداتا ريت هي شحال انا يعني الخط ديالي انا مشترك يعني في 12 ميجا، يعني 12.495، ولكن راه ما كتوصلنيش 12 ميجا، كتوصلني غير 10 اونس. فوالا هذا الداون ستريم هو يعني داك التحميل، هذا اب ستريم هو الابلود، يعني من غير جاوبت له شي حاجه في الانترنت. انا 947 كيلو بايت اللي وصلني، مي واخا هكاك راه المهم سميا المهم ما تنديش على الابلود بزاف. هذا الماكس ريت يعني الحد الاقصى ديال التحمل ديال الخد ديالي، يعني شحال ممكن يتحمل. انا وصلني 18 ميجا، فهمتي؟ يعني انا ملي غادي نمشي ندير انايا انوي راه غتوصلني 18 ميجا فوالا، ولكن غنطير منها واحد ميجا ونص بحال الديكور ديالها 12 ميجا وصلني 10 ونص، غنطير منها ميجا ونص هي هذيك 10 ونص، حتى هنا غنطير ميجا ونص غتوصلني نقولوا واحد 16 ميجا ونص، المهم 16 ميجا ونص راه مزيانه بخير فوالا، شي حاجه مزيانه. دونك انوي ايجابيه اللي فيها هو انها عطيه لك داك لا دي سي الحر، فهمتي؟ يعني داكشي اللي واصلك كتستافد منه. الناس اللي هما ديجا ما واصلهمش هما 18 ميجا، انت واصلك ديجا غير بحال نقولوا 8، يعني بحال نقولوا هاد مكتوبه عندك هنا 8000 باغزومبل، هنا 8000 حيد 18000، 8000 مكتوبه عندك هنا، يعني هي 8 ميجا بهذا القصد. يعني بلا تمشي الا بغيتي تمشي دير انفيستير ديرها، يعني غتستافد غير المكالمات. اما انت الا كانت عندك فوق 12.495 في ماكس ريت كثار منها، سير دير اسيدي يعني. هادشي اللي كاين الاخوان، ولي عندو شي سؤال يسولني في لي كومونتير وغادي نجاوبو ان شاء الله.